السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه عن الطهارة والمضار متاعها، وكما تعرفوا كل يوم حد نحكيه مع اللادينيين بصفة عامة، سواء الربوبيين أو اللا أدريين أو الملحدين، على أمر من الأمور اللي تخصنا في حياتنا اليومية أو في أفكارنا بعد لا غادرنا وخرجنا من الإسلام. اليوم باش نحاول باش نتكلم على مسألة يمكن ما هيش مهمة ياسر عباد، خاصة الملحدين، هي مسألة الإيمان والإلحاد. نعرف أن أكثر الملحدين وقتها يتركوا الدين يتركوا في نفس الوقت الإيمان. احنا هون نحبوا نعرفوا شنو الفرق من بين الإيمان والدين. الإيمان هي كلمة شاملة، يعني نجم نقولوا كل دين هو نوع من الإيمان، لكن فما إيمانات ما عندها حتى علاقة بالدين. وقت نعرفوا كلمة إيمان، هو اعتقاد أو اقتناع بشيء بدون أدلة مادية. مثلا وقت نقولوا الأرض مدورة، هذه فما معلومات ودراسات وبحوثات علمية تثبت اللي الأرض مدورة، مكورة، مدورة بالتونسي يعني مكورة. ولو تنقولوا مثلا المسافة من بين الأرض والقمر هي كذا، هذه أمور علمية ثابتة، إذن هي ليس إيمان وإنما حقيقة، حقيقة فعلية أثبتها العلم. بينما الإيمان له، الإيمان ليس له دليل مادي علمي ثابت. مثلا عندما أنا أقول أنا أؤمن بصداقتي مع فلان، هذه الصداقة ليس لها دليل علمي، يعني ما عنديش دليل على أنها صداقة فعلية حقيقية، ولكن هو إيمان واعتقاد وإحساس داخلي أني عندي مع فلان صداقة أو حب أو شيء آخر. إذن لو نحاولوا باش نفهموا الإيمان بالضبط شنو هو، الإيمان هو خاص، يعني خاص بالشخص، الشخص هو ما تخص به على حسب تجربته وعلى حسب إحساسه الداخلي، ما عنده حتى علاقة بالعلم، ما هوش علمي. وتنقول نؤمن بحاجة ما عنديش دليل علمي على صحة قولي، هذه معناتها الفرق من بين معناتها الإيمان والإثبات أو العلم. لأن الإيمان هو إحساس، هو مثله، الإيمان مثله مثل الحب، عندما تحب شخص أو شخص يحبك ما عندكش دليل، أنت تؤمن بأن فلان يحبك، لكن هل عندك دليل مادي يثبت ذلك؟ لا، هذا هو الفرق. ولكن اللي حبيت نقوله هوني أن ياسر من اللادينيين وخاصة الملحدين عندما يهجمون على الدين وينقدون الدين، وأنا معاهم في نقد الدين، وفي الحقيقة راهو نقدنا للدين ليس معناتها عن كره أو عن بغض أو عن كما يتصوروا ياسر من الناس المسلمين، خاصة المسلمين. المسلمين يتصوروا اللي احنا وقت ننقدوا الإسلام أو ننقدوا الأديان، يعني لا، احنا نعرفوا الحقيقة، مو عقل المسلم بصفة عامة، بصفة خاصة، وعقل المتدين بصفة عامة يعتبر أن كل من لا يؤمن بدين فهو إنسان عنده أهداف، وهو في الحقيقة يؤمن ولكن يخفي إيمانه ويظهر العداوة والكره للأديان لسبب
أو مصلحة أو شيء آخر. بالنسبة للمتدينين اللي نجموش يفهموا ويدخل في مخهم هذا إن اللي يؤمنوش بالدين راهم عن قناعات. ثم واحد يرمي بنفسه هكاكا. بالعكس اللي هما علماء الدين هما اللي يكذبوا وينافقوا، خاصة هذم علماء البلاد وغيرهم اللي معناتها يعرفوا اللي الإسلام غلط. حتى الأنبياء بحد ذاتهم يعرفوا اللي هما يكذبوا، ولكن يحاولوا باش يقنعوا الناس اللي كلامهم صحيح من أجل مصلحة. بينما الملحد لا، شنو مصلحته الملحد يعني وقتها يقول اللي هو ما يؤمنش بالدين عن قناعة مطلقة، فهو لا يخاف لا من إله لا من أي شيء، فهو مسؤول عن نفسه. هذاك هو اللي حبيت نقوله هوني، اللي راه الإيمان نجم يكون إيمان إيجابي، ليس كل إيمان خايب. وكما قلت لكم نرجع للنقطة هذيك بتاع النقد، روانا وقت ننقد الإسلام وننقد المسيحية ننقد أشياء معينة، مانيش باش ننقد أنا لحب النقد أو لكره أو لعداوة أو المصلحة، لا، وإنما أنقد بعقلي. عندما أرى شيء غير معقول أتكلم عليه، فهذا في إطار الحرية الفكرية. لو الطرف المقابل لا يقبل هذا النقد فالمشكل ليس عندي أنا، المشكل مش عندي أنا، المشكل عنده هو اللي ما يقبلش الآخر وما يقبلش وجهة نظر أخرى، على خاطر اللي هو مقدس لديه ليس مقدس لدي، مانيش مجبور أنا باش نحترمه هو كشخص، ولكن ما نحترمش أفكار الإنسان اللي يربط حياته ووجوده وذاته بفكرة هو إنسان ليس له أي قيمة، لأن الذي يأتي بالفكرة هو الإنسان. فكيف تكون عبد لفكرة أنت جبتها الإنسان جابها؟ وهذه هي الأديان هي في الحقيقة يعني أخطر من الإيمان، أخطر. لماذا؟ نحاول نفهم. قلت لك الإيمان هي مسألة شخصية، أنا بالنسبة لي أي إيمان ماهوش شخصي فهو ماهوش إيمان، هو يعتبر دين. يعني أنا وقت نصدق حاجة عاشها واحد آخر ونصدقها أنا ونطبقها ونفرضها على روحي ونردها واجب على روحي، خاطر كلمة دين هي يعني كيما نقولوا احنا الدين استدان، يعني حاجة ملزم بها. إذا أنا يجي واحد عنده معتقدات يمكن يكذب كما الرسل والأنبياء، فهمت، ويجي يفرضها علي أنا باش نفكر كيفه ونعمل كيفه ونحس كيفه ونعتقد كيفه، هذا هو مفهوم الدين. بينما الإيمان هو حاجة راقية. هني ما نقوله شنو الفرق من بين الإنسان والحيوان؟ واحد يقول لك إن الإنسان حيوان ناطق، واحد يقول لك إن الإنسان حيوان مفكر. ليه وتنجي نشوف أنا مثلا نفكر نلقى حتى الحيوانات عندهم لغة، وعندهم لغة يمكن عندهم لغة متطورة يمكن أكثر منا متعرفش عليهم، فهمت، يعني في المصطلحات يمكن هما ما مش محتاجين، يعني معناتها التطور بتاع اللغة بتاعنا نتيجة وعي، وعي إنساني للكون ولما حوله. الإنسان وقت وعاه بهذا الكون وعاه أجبر ظروف تركت أنه ينتج لغة تعبر على كل ما يحس به في الداخل بتاعه، ومنها الإيمان. من هنا أنا أرى اللي فرق الإنسان على الحيوان ليس لغة بحد ذاتها، وإلا يقول لك عاقل، حتى الحيوان يفكر عنده فكر، معناته عنده فكر على حسب احتياجاته، عنده معناته تفكير على حسب احتياجاته. بينما الإنسان طور نوع من الفكر بعيد المدى في التفكير، ومن هنا يأتي الإيمان. الإيمان يأتي لكي يسد
فراغ ما لم يثبت بالتجربة وبالعلم. مثلا نضرب لك مثال، انت ماشي هكا وتلقى صندوق، ما عندكش الامكانيات باش تحل هذاك الصندوق، لكن ايمانك احساسك ينجم يخليك تتصور اللي مثلا في الصندوق فما كرة. احنا مهمناش توا هل فما كرة ولا مفماش، انت تشد الصندوق هكا تعمل له هكا 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 هكا، تسمع حاجات، تتصور حاجات، تتخيل حاجات، توصل لنتيجة تقول اللي راهو في الصندوق هذا فما كرة، وتزيد مثلا تقول كرة حمراء بلاستيك. هذا إيمان. هل في الصندوق فما كرة حمراء بلاستيك؟ ما نعرفوش. تعدت الأيام وانت قلتها، انت في الأول قلت كرة، بعد اللي جاء بعد قال بلاستيك، اللي جاء بعد قال حمراء، بدأ بعد 100,000 سنة فهمت، تلقى عباد يعتقدوا اعتقاد إيمان مطلق إن في الصندوق هذاك فما كرة حمراء بلاستيك. يجي العلم الحديث يحل هذاك الصندوق ويعرف شنو فيه، هل كانت فيه كرة حمراء بلاستيك، ولا كانت فيه كرة حمراء صفراء، ولا كانت فيه كرة حمراء كرة حديد، ولا ما كانتش فيه كرة جملة واحدة. هذا هو العلم وهذا هو الإيمان. شفتوا الفرق؟ يعني الإيمان ديما العلم يكذب الإيمان أو يصحح، مش لازم يكذب، وديما الإيمان هو ينبع نوعا ما من مسألة شخصية. لهذا أنا حبيت أقول هنا في الفيديو هذا، معناتها النقطة اللي نحب نركز عليها، يا أيها اللادينيون، يا أيها الربوبيون، يا أيها الملحدون، يا أيها اللا أدريون، حاولوا باش يكون كل إيمانكم شخصي. يمكن تعجبك فكرة عن ثلاثة، لكن حاول باش تفهمها وباش تستوعبها وباش تكونها وباش تخرج منك أنت. ما تعيشوش الفراغ. أنا لاحظ ياسر من اللي يخرجوا من الإسلام يمشوا لديانات أخرى، سوى المسيحية سوى البوذية سوى الهندوكية. علاش؟ لأن الدين، الدين بصفة عامة يحاول باش يستغل مخزون النجم نقوله احنا طبيعي في الإنسان وهو الإيمان. ساعات أنا نسأل سؤال ونقول علاش رغم الأدلة متاع الإلحاد ورغم الأدلة اللي معناتها عندهم في العلم والتطور العلمي، علاش فما ياسر عباد مازالوا مؤمنين؟ في الاخر حبيت نفكر نفكر نفكر، وبعد قلت النتيجة ان الالحاد، هنا نقصد الالحاد ليس الربوبيين ولا الادريين، الالحاد مع الاسف اللي وصل لنا احنا للعالم العربي الاسلامي او العالم الاسلامي، احنا ما نش عرب، هو الالحاد فارغ مادي بحت. رغم اني احنا في ثقافتنا سواء في شمال افريقيا سواء في الشرق الاوسط عندنا ثقافة الحادية، وثقافة الحادية انسانية قوية، وليس كالثقافة الالحادية المادية. انا ليس عندي حتى عداوة ضد الالحاد المادي، ما عندي حتى عداوة ضد، ولكن اقول إن البشرية في الوقت الحاضر وعلى حسب مستوى الوعي الآن وعلى حسب التطور العلمي مازلنا محتاجين لإيمان. ولهذا أقول الإيمان يمكن أن يكون إيجابي. هناك إيمانات إيجابية، عندما أنا أؤمن بالإنسان، أؤمن بقداسة الحياة البشرية، عندما أنا أؤمن بهذه الدنيا، عندما أنا أؤمن بحب البشر، عندما أنا أؤمن بالقضاء على الفقر، إيمان، إيمان بالقضاء على العنف، بالقضاء على التفرقة، التفرقة الجنسية، التفرقة العرقية، كل أنواع التفرقة، هذا إيمان. وهنا يولي إلحاد إنساني، يولي إلحاد إنساني،
ليس دين، وإنما هو إيمان. لأن الدين كما قلت لكم هو شخص يؤمن وانت تتبعه، كما قال في القرآن: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا حتى يدخل الإيمان قلوبكم. يعني هنا الإسلام يفسر المسألة هذه، يعني واحد يجي كما محمد يقول خزعبلات، يجي واحد يسلم بها ويقتنع بها ويقول هي هذيك هي هو حقيقة، من بعد مع الوقت مع الوقت تولي له إيمان، ويولي اللي كان في الأول ما يمنش به من بعد سلم ليه، من بعد يولي إيمان في داخله ويعتبره حقيقة مطلقة. وبعد آلاف السنين توا 1400 سنة نعرف توا قصة الإسلام هي راهي تطور 1400 سنة. الإسلام ليس محمد جيبي وحده، هو تاريخ كامل. كما قلت لكم حكاية الكرة، فما صندوق هو قال فما حاجة تلقلق، اللي بعده جاء قال الحاجة هذه ظهر فيها كرة، بعد الآخر قال هذه حمراء، بعد هذه قال هذه بلاستيك، وبدأ حتى جاء الإسلام تاعو. إذا نقول لكم المسائل العلمية التجريبية تاخذوها من عند العلماء، العلماء اللي يبحثوا فما آراء تطلعوا عليها. فما ياسر من اللادينيين يقولوا لي أنا توخرجت من الإسلام عاش نقاش نعمل، مش علاش مش تلقت نعمل. عندك تتبع العلوم تتلهي بروحك، تطور أفكارك، تطلع على أفكار الآخرين، توسع معلوماتك، تعمل لك أهداف. هذه أشياء كثيرة لو عنا ياسر أشياء لو عطا نخرج من الإسلام. أحنا نخرج قد تعرفوا الإسلام، خاصة الإسلام، الإسلام يسيطر على حياتنا، يعني ثقافته أو أفكاره معناتها تتغرس فينا بالقوة ما تنجمش تتصورها بالك. يعني من اللي نتولدوا في المدرسة، في الدار، في المكتب، في الجورنال، في الكتاب اللي نقراوه، في كل شيء، في المجتمع متاعنا، في العطار، في السوق، في كل شيء، اللي يخلينا أسيرين وقت نخرجوا منه نحسوا بفراغ. هذاك علاش ياسر وقت يخرجوا من الإسلام يمشي يتبع لك المسيحية أو يتبع لك الديانات الأخرى أو يبقى ربوبي أو في أقصى الحالات معناتها يولي لا أدري. بينما معناتها قليل جدا قليل جدا ملحدين. علاش؟ على خاطر الإلحاد اللي وصلنا للعالم الإسلامي هو إلحاد نوعا ما جاف، وإحنا شعوب أكثر عندنا جانب إحساسي. هذه طبيعة فينا، طبيعة فينا شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، المناطق هذه طبيعة فينا. وما تنسوش حاجة أخرى أنا حبيت لاحظها، إن الإلحاد وقتها ثار ضد الكنيسة، الكنيسة كانت تعتمد على الإيمان. المسيحية، المسيحية نجم نقوله دين، يعني معناتها نجم نقوله معناتها قوي بالإيمان. وقتها تم الثورة ضد المسيحية، تم الثورة ضد الإيمان لهذا الإلحاد، الإلحاد المادي أو الإلحاد اللي معناتها واصل لنا هو إلحاد جاف، يعني يؤمن إلا بالعلم. ما 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 معناتها النجم نقولوا احنا نوعا ما متطرف، وينكر جانب انساني كبير. شنو هي المضره؟ شنو هي المضره وقت انا نؤمن بحاجه ما تضرش؟ مثلا لانكارناسيون، لانكارناسيون هذه فكره من الافكار، فهمت؟ وقت انا نؤمن باللانكارناسيون تخليني مثلا فما انا ما نؤمنش بها شخصيا، مثلا فما عباد اللي يؤمنوا بالانكارناسيون يقول لك الانسان كي يموت يتنقل حاجه اخرى تخلي مثلا يحترم الحيوان، فهمت؟ هل هناك مضر؟ ليس هناك مضر. فما عباد راهم لازمكش تقدر العباد الكل كيف ساعات مثلا بعض الملحدين يقولوا لي لا وكيفاش تتكلم والايمان ما يصلحش وكذا. لا، الايمان يمكن يكون يصلح، يمكن يكون يطمن، يحدث نوع من التوازن. مثلا انا شخصيا بعد خرجت من الاسلام وجدت روحي في فراغ مرعب مرعب، وبقيت معناتها عده سنين حتى لين كونت ايمان، اني نسميه انا الايمان الالحادي نتاعي، فهمت؟ نتاعي انا، يخصني كان انا، نجم نحكي عليه، نجم نناقش فيه،
فهمت؟ يمكن عبد اخر مثلا يقتنع، مش يقتنع به يعني، يعني كما نقولوا احنا يتقاسم الافكار، ويمكن يكون وصل نفس النتيجه. راهو حطها في بالكم، من الوعي الانساني ماهوش وعي خاص. راهو انا ما نؤمنش بحاجه اسمها هذه فكرتي وهذيك فكرتك. راهي الفكره يمكن يكون قالها واحد في الشارع وانت متعدي وسمعتها، ومن بعد انت قلتها وتحسب عليك. هل هي ملكك انت؟ ماهيش ملكك انت. الافكار ملك حتى حد، هي افكار نتناقلوها من جيل الى جيل ونتطوروا في الوعي بتاعي. انا قداش من واحد نسمع يقول فكره انا فكرت فيها، وقداش من واحد انا فكرت فيه قلت حاجه ومن بعد واحد اخر قال لي انا هذيك حتى انا وصلت لنفس النتيجه. علاش؟ هذاك مستوى الوعي. وقت نوصلوا لمستوى الوعي معين احنا وشخص نوليو نفكروا كيف كيف، على خاطر هي كلها عمليه حسابيه توقع في المخ. المهم ما نحبش نطول عليكم، وصلنا ل 20 دقيقه نتاعنا. احنا كيما قلت لكم نهار لحد نحكيو مع اللادينيين، نحاولوا باش ندردشوا معاهم باش ما يحسوش رواحهم وحدهم. راكم ماكمش وحدكم، وراكم في تكاثر مستمر. وهنا معناتها في الفرصه هذه اغتنم الفرصه لاقدم التحيه للادينيين السعوديين اللي اصبح عددهم كبير يشاهدون هذه الفيديوهات، وفي الاحصائيات ولو هما في الدرجه الثالثه بعد تونس والمغرب، ومصر هبطت للدرجة الخامسة مع الأسف، خاطر فرنسا ولات في الدرجة الرابعة. أنا حبيت نقول لكم المصريين راكم قللتوا، مشوا في الفيديوهات. على كل حال نقول لكم مع فيديو قادم اللي حبيت معناتها اللي نقوله لكم في الفيديو هذه، يعني الخلاصة، حاولوا باش يكون عندكم إيمان شخصي خاص بكم يعوضكم معناتها الفراغ اللي كنتوا معناتها اللي تحسوه بعد لا تخرجوا منه. قول لكم بالسلامه، ومع فيديو قادم. بالسلامه.